السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله، ضمن الفيديوهات الخاصة بالمستوى الخامس ابتدائي والخاصة كذلك بفروض أو مراقبة المستمرة الأولى الخاصة بالدورة الثانية. اليوم إن شاء الله غنشوفو مكون الشكل والفهم. إذا اختاريت لكم حد النص اللي هو جد بسيط وحد الأسئلة اللي هي جد سهلة وبسيطة كذلك. إذا قبل ما ندوز نقرأ عليكم الأسئلة، نتمنى يا ربي ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبكم تبارطاجيو ليا مع الاهل والاصدقاء والاحباب وتضغطوا لي على زر لايك، ولا مازال ما مشتركينش فضلا وليس امرا تضغطوا على زر لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد قناتي. اذا نبداو على بركه الله بقراءه السؤال الاول. السؤال الاول يقول اشكل ما تحته خط في النص. اذا هذا هو النص، ما غاداش نقراه عليكم، دابا نحاول ندير لكم بحال هكا باش يجي لكم باين. نقراو قراءه صامته، وقفوا الفيديو هاد جوج دقائق اللي ولا دقيقه اللي بان فيها تقريبا هاد النص، وقراو جيدا وفهموه حيت غنحتاجوه لاجابه عن اسئله الفهم. اذا السؤال الاول يقول اشكل ما تحته خط في النص. اذا هادشي اللي تحت منه خط في النص هو هذا. سؤال الخاص بأسئلة الفهم ألف، أضع عنوانا مناسبا للنص. باء، ما دور الاختراعات في حياة الإنسان وإلى ماذا تؤدي؟ سؤال ألف ثالثا، أنجز خريطة كلمة بناء، يعني شنو النوع ديالها، المعنى ضدها، بقى لنا غير تركيبه في جملة مدرتهاش لكم. سؤال الباء ثالثا، آتي بأضداد الكلمتين التاليتين، جديد تجميع. سؤال جيم، أبحث في النص عن مرادف كلمة تشجعه. إذا وقفوا الفيديو وقوموا بإنجاز هاد الأسئلة، ثم بعد ذلك واصلوا عملية مشاهدة الفيديو باش تعرفوا على التصحيح. إذا بدأنا عملية التصحيح. إن فهي ناسخ حرفي، بالتالي فإن غتكون معظمة غتكون منصوبة. إن معظمة عمليات الاختراع تتم عن طريق صدفة، حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل اذا كنقرا عليكم كنشكل باش تعرفوا التصحيح، العقل البشري بإدراك الحادثة ويحصل على إلهام لشيء معين. مفهوم؟ أضع عنوانا مناسبا للنص، مثلا الاختراع وأهميته أو لا أهمية الاختراع أو لدور الاختراع في حياة الإنسان. ما دور الاختراعات في حياة الإنسان وإلى ماذا تؤدي؟ إذا دور الاختراعات في حياة الإنسان هو تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات. إذن هذا هو الجواب، دور الاختراعات في حياة الإنسان هو تحسين حياة الأفراد، تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات. إذن هذا هو الجواب، كاين في هذا الجزء الخاص حيث تساهم الاختراعات في تحسين. هذا هو الجواب. جيب المثال ديال الجهات الاجتماعية الاقتصادية اللي بغيتو تكملو. إذن تتم ديال الجواب، إلى ماذا تؤدي؟ إذن تؤدي إلى خلق أو صنع فرص عمل جديدة. هم هذا هو الجواب، تؤدي الى هذا هو الجواب. السؤال الموالي،
أنجز خريطة كلمة بناء. إذا بناء نوعها اسم أو نقول مصدر، معناها صنع، تشييد، ضدها هدم، تخريب، جديد ضدها قديم، تجميع ضدها تفريق أو توزيع، تشجع. هذه الكلمة هي هذه تحفز. إذا ما نطولش عليكم أكثر من هذا الشيء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. بالنسبة قبل ما نسالي هذا الفيديو غنعطيكم التنقيط. بالنسبة للسؤال الأول، كل خطأ غنقصوا عليه 0.25، يعني كي بحال وبحال الإملاء كيف ما درت لكم، يعني تقريبا قرب على الأخطاء بنقطة، كنبقاو نقصوا حتى كنحصوا على 0 نقطة. بالنسبة للسؤال ديال أضع عنوان مناسب للنص، عليه نقطة. بالنسبة للسؤال باء، عليه تقريبا نقطة كذلك، يعني هنا نصف نقطة وهنا نصف نقطة. بالنسبة لهنايا نصف نقطة لكل جواب، بمعنى نقطة ونصف. بالنسبة لهنا نصف نقطة على كل جواب، معنى نقطة. وهنايا نصف نقطة، بالتالي المجموع فهو تقريبا 10 نقاط. لكن هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونقول لكم في امان الله، ونلتقاو مع فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.